والله العظيم كانت مباراة كبيرة، شفنا حتى المنتخب التونسي منتخب لا يستهان به، يعني حتى هما عندهم يعني عندهم مشوار من أول مباراة لهنا، يعني يستحقوا يكونوا في النهائي. نقدر نقول لك هارد لك، هذه هي، هذه يعني تبقى بس مباراة نهائي صح، ولكن نبقى خاوة. سخن شوية جا وسط الماتش، ديجا عندك أنت حاجة هكا في وجهك؟ نو سي نورمال، سي اون فينال، يعني في الماتش لازم تكون هذيك شوية لا فولونتي لاغريسيفيتي، سي نورمال، كل واحد يدافع على ألوان بلده. وفي النهاية يعني نظن بلي كل الجمهور العربي استمتع بالبطولة العربية هذه. أنا يعني أنا كلاعب بالنسبة لي كنت في الملعب، نظن بلي الكل استمتع والكل يقدر يجمع على نجاح البطولة العربية.